والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنا هذه السنة ولكن فيها الزوين وفيها الخيب. الزوين هو أنه كنحتفلوا بأصدقاء وزملاء، والخيب هو أننا كنتفرقوا معهم، على العلم أنه هذا كل من الإخوان رجال السلطة وأعوان السلطة والموظفين أبلوا البلاء الحسن خلال المشوار المهني ديالهم في العمل هذه. وكنتقدم لهم الشكر الجزيل والتهاني ديالي على العمل اللي قاموا به وعلى المواظبه اللي كانوا متميزين بها والشغل اللي قاموا به في هذا العمل هذه. كنقدم لهم الشكر ديالي والتهاني ديالي. حنا واخا هذا الطرف هذا كيكون شويه صعيب وكيكون الكلمات ما كيسعفوا شيء، ولكن الضروره اننا نكرروا هذا المسألة على العمل اللي قاموا به وعلى المجهودات اللي بذلوها خلال المشوار المهني ديالهم الإقليم ديال كبدة. أبلوا البلاء الحسن، أضافوا الكثير، أعطوا الكثير، ضحوا بالوقت ديالهم، ضحوا بواحد العدد ديال الأمور ديالهم. كنلتمسوا منهم السماح، لأن إلا كنا بعض الأحيان كنتروكي ديجا، كنطلبوا منهم السماح ونتمنى منهم التوفيق إن شاء الله فيما تبقى. كذلك كنلتمس الإخوان اللي باقيين معنا الصحة والعافية والعمل المستمر إن شاء الله بحول الله. إذا الوقت باش ما نطولوا شيء، ما بقاش الكلمات ما يبغوش يخرجوا، غادي ندوزو للعملية ديال التكريم، بعض الهدايا التذكارية للزملاء والزميلات اللي كانوا معنا واللي غادي يخرجوا التقاعد بعد عمل كبير اللي قاموا به في الإقليم ديال كبدة.